السلام عليكم مشاهدي الكرام، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا لا فيديو ديال اليوم. هاد لا فيديو غادي تكون عباره على ان بسكوي سابلي بالجوز اللي تيجي هشيش وتيدوب في الفم. حضرته بشكل ديال دي دوم انغوبي بشوكولا نوار وزينته بانصاف ديال حبات ديال الجوز. باش ندير لو رابيل بان هاد لو سابلي هذا راه مصاوب بالجوز، وصفه اللي تستحق تجربه. بسكوي هائل هماوي. خليكم معايا حتى الاخر ديال لا فيديو باش نشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير. بالنسبه للمكونات فغادي نحتاجوا على بركه الله 150 غرام ديال الزبده حيوانيه اللي كتكون لينه بهذا الشكل هذا باش تجينا سهله في الخدمه. غادي نحتاجو 75 غرام ديال السكر كلاصي اللي يكون مغربل. غادي نحتاجو 75 غرام ديال بودرة الجوز من بعد ما كنصهدوه واحد شوية. غادي نحتاج الحبة ديال البيض تكون متوسطة الحجم، ساشي ديال لافاني، وغادي نحتاج بين 350 حتى 400 غرام ديال الدقيق على حسب النوعية ديال الطحين ومدى الامتصاص ديالو السوائل. وغادي نحتاج أكيد لواحد رشة ديال الملح. بالنسبه للطريقه فعندي الزبده ديالي اللي كيف ما قلت لكم من قبل ضروري تكون اون بوماد. غادي نضيف عليها رشه ديال الملحه لو سوكر غلاس وغادي نخدمهم مزيان حتى نحصل على واحد الخليط اللي كريمي. شحال ما كانت عندنا الزبده رطبه شحال ما كتجينا العمليه سهله. من بعد ما خدمت الزبده هي والسكر كلاصي والملحه غادي نضيف الحبه ديال البيض وغادي نخدم الكل حتى يندمجوا ليا مع بعضياتهم. طبعا ما نحتاجش نقول لكم بان الحبات ديال البيض حتى هي ضروري انها تكون بدرجه حراره المطبخ. ممكن هاد العمليه نديروها غير بلا ماغيس كيف ما خدمت بها انايا، كيف ما ممكن اننا نستعملوا الطراب الكهربائي الا كانت عندنا الزبده شويه قابضه. غادي نضيف هذيك البودره ديال الكركاع اللي عندي وغادي نزيد معها حتى لو ساشي ديال لو سوكر فانيليني لانني نسيت ما ضفتوش في الاول. بالنسبه لكم نتوما ضيفوه في الاول ملي كتكونوا كتخدموا الزبده هي والسكر. غادي نخلط الكل وغادي نبدا كنجمع بالطحين بحال اللي كنخدم اي نوع من انواع ديال السابلي. وفي اخر مرحله غادي نبدا في اضافه الدقيق اللي غادي نضيفه تدريجيا حتى نجمع العجين ديالي. غادي نستمر في اضافه الدقيق تدريجيا حتى نحصل على واحد العجين اللي يكون خفيف نسبيا بالمقارنه مع لو سابلي الكلاسيكي اللي تنخدمو بجوج البلاستيكات. علاش؟ لان انا هاد السابلي غادي نطيبو في مول ديال السيليكون، فجميع الانواع ديال لو سابلي اللي تيطيب في السيليكون خصو يكون خفيف نوعا ما. غادي نكمل نجمع العجين ديالي وفي الاخير غادي نتلاقاو باش نشوفوا الشكل اولا القوام ديالو كيفاش خصو يكون. هذا هو القوام ديال العجين ديالي من بعد ما جمعته، وهذا هو لو مولد السيليكون اللي غادي نطيب فيه هذا لو بيسكوي. هذا لا ريفيرونس ديالو SF009 كيجي بشكل ديال دي بوتيت دام كيف ما كيبان لكم. طريقه جد سهله، غادي ناخذ كميه ديال العجين وغادي نضغطها في هذاك لو مول باش نحصل على نفس لومبرانت اللي كاينه. ماشي ضروري نستعملو نفس المول اللي استعملت انايا،
ممكن نستعملوا الشكل اللي بغينا ونقدموا هاد لو سابلي هذا بالطريقه اللي كتناسبنا، غير نردوا البال لي مول ديال السيليكون اللي كاينين في الاسواق، راه ماشي كلهم كيحترموا المعايير ديال السلامه الصحيه. كاينين انواع اللي كتكون اقل من 20 درهم، هادوك نكونوا منهم على بال لانهم ما صالحينش للاستعمال المطبخي نهائيا. هادوك مالوغوزمون دخلوا للمغرب على يعني عندهم اهداف اخرى، كيصيبوا بهم الصابون وكيصيبوا بهم دي زونبرانت اخرين، ولكن لان الثمن ديالهم رخيص مالوغوزمون كنلقاوهم كينتشروا بنسبه كبيره عند اللي كيبيعوا لوازم الحلويات. فهادوك سورتو با انكم تستعملوهم اولا انكم تدخلوهم للفران. ممكن تستعملوهم بالنسبه للحلويات اللي كتكون هكا بارده اللي كنقدروا ندخلوها غير الثلاجه تجمد اولا هذا، مي سينو اور سوجي انكم تدخلوهم طيبوا فيهم. الا بغينا نطيبوا في امول ديال السيليكون خصو يكون كيحترم جميع المعايير ديال السلامه الصحيه، انتبهوا لا ريفيرونس ديالو وسورتو الثمن. فالثمن ديال هاد لي مول هذا كيتعدى لي 50 درهم، يعني تيكون اونت 50 و 60 درهم على حسب لا مارك. كاينه اون مارك فرنساويه وكاينه ماركه ايطاليه اللي هي اللي معروفه، كيتكون الثمن ديالها 60 درهم. هادو هما اللي صالحين لاننا ندخلوهم نطيبو بهم اي حاجه في الفران. دونك هاد المعلومه كانت اونتر بارونتيز باش يعني للامانه وصافي، ماشي الناس اي مول سيليكون راه ممكن يستعملوه يدخلوه للفران. دونك بالنسبه لي انا هاد الكميه ديال العجين عطاتني جوج ديال لي مول من هاد الحجم هذا، يعني بالضبط عطاتني 48 حبه. شاطوا لي جوج حبات اللي شكلتهم غير هكا بيديا ودخلتهم للفران، يعني المجموع ديال 50 حبه غادي ندخلهم للفران يطيبوا حتى يتحمروا وياخذوا واحد اللون ذهبي خفيف، ونخرجوهم باش تشوفوا الشكل ديالهم كيفاش كيجي. طبعا غادي ندخلوا المول ديالنا الفران اللي يكون مسخن مسبقا، العافيه تكون مهيله من الاسفل ومن الاعلى حتى ياخذ واحد اللون ذهبي خفيف اللي غادي تشوفوه معايا من بعد ما غادي نخرجهم من الفران. هذا هو لو سابلي ديالي من بعد ما خرجته من الفران، تيجي بهذا الشكل هذا، تيكون خدا لون ذهبي خفيف كيف ما تبان لكم لانه مازال تيكمل الطياب ديالو في هذا المول السيليكون. لي مول السيليكون تيشدوا شويه السخونيه، دونك نخرجوه غير يبان لينا هكا بدا تيذهب، نخرجوه ونتاكدوا بانه خدا حقه في الطياب من الداخل باش ما يجيناش هكا خضر من الوسط. دونك هذا هو لو سابلي ديالي، غادي نخليه حتى يبرد تماما وغادي ندوز باش نزينه. بالنسبه للطريقه ديال التزيين راه ما شاركتهاش معكم تفاديا لان لا فيديو تجي طويله بزاف، غادي نقولها لكم غير فيربالمون. دونك من بعد ما كيطيب لنا الصابلي ديالنا كنديموليوه، كناخذوا لي مول ديالنا كنمسحوه مزيان بواحد السربيته، ممكن تغسلوه الا بغيتو ولكن بالنسبه لهاد الوصفه راه لا داعي، غير كنمسحوه مزيان باش ما كنلقاوش فيه داك التفرتيت ديال لو صابلي. غادي ناخذوا اي سكر شوكولاتي بغينا، بالنسبه لي انا خدمت بلو سكر شوكولاتي اقبل، سخنته اولا بلوتو ذوبته وخديت منه قياس ديال معلقه صغيره، حطيتها في كل امبرانت من هذاك لو مول وكنولي كنرد عليها الحبه ديال الصابلي حتى كنكمل الكميه اللي عندي كلها، كندخلو الكونجيلاتور باش يقبط راسو وكنخرجو كنديموليه، كنحصلوا على واحد لادوم اللي كتجي مقاده متوله ما فيهاش زعما دي غوتوش ولا هذا، يعني كتخرج مفينيه. بغيتوا انكم غير تخويو عليه الشوكولا بواحد المعلقه من الفوق لكم ذلك. من بعد ما كي برد ليا هذاك لو شوكولا على الصابلي ديالي، كنكون موجده انصاف ديال الحبات ديال الجوز اللي يكون ديال الشكل ديالهم زوين، كندخلهم للفران اللي كيكون سخون وبارد ومطفي عفوا، كيتسهدوا واحد شويه باش كيجي المذاق ديالهم زوين، وكنلصقهم فوق هذوك لي دوم ديالي بواحد القطيره ديال الشوكولا اللي كتكون مذوبه، كنخليها غير بدرجه حراره المطبخ راها كتقبض راسها. كانت هذه هي الوصفه اللي شاركت معكم اليوم، نتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. خليت لكم الراحه الى فيديو مقبله بحول الله.